صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير لجميع نادي الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي وجماهيره بكل فروعه وبكل اماكن في مصر. ربنا يحفظكم يا رب، ربنا يمتعكم بالصحه والسلامه. النهارده عندنا موضوع مهم جدا، احنا ممكن نكون اول مره نتكلم فيه، وهو موضوع التوافق العضلي العصبي. ايه هو التوافق العضلي العصبي؟ ببساطه كده هو التنسيق ما بين القوى العضليه بتاعتك وقدره تحملك او الكنترول بتاعك وتحكمك في اعصابك. الاثنين دول لما انت بتبقى بتعمل ليهم نوع من انواع التنميه او القوه، اولا بيخلي ادائك في الملعب كلاعب ادائك بصوره افضل، ثانيا لو انت كبير في السن بيخلي ادائك احسن لو انت بتتمرن، وفي نفس الوقت بيخلي اي تمرين او اي اداء حركي بتعمله بصوره افضل وكنترول احسن، وده بيكون من الاصابات والحوادث. تعالوا نعرف ايه هي التمارين اللي ممكن نعملها في البيت او في الجيم بتنمي النوع ده من القوه اللي هو القوه العضليه العصبيه في الجيم او في البيت. تعالوا نخليه كده نشوف الامكانيات اللي ممكن توصل لنا او ايه هي التمارين اللي ممكن نعملها معاه بصوره بسيطه جدا. اول تمرين، انا بحط رجلي على بورد زي دي بتكون اسفنجيه عشان تبقى متوازنه معاك، وبطلع رجلي الاثنين، سوري، بطلع رجلي الشمال قدامي وايدي الاثنين قدامي، ببص بشتغل لمده 30 ثانيه، بعد كده بنزل اعمل رجلي الشمال واثبت لمده 30 ثانيه. طب التمرين الثاني، طلع رجلي اليمين قدام ورجلي الشمال لورا واثبت 30 ثانيه. طبعا اللي بيحصل دلوقتي هتلاقي فيه رعشه في رجلك بتحصل، وده طبيعي جدا، محدش يقلق او ينزعج، لان الرعشه دي معناها انت بتقوي العصب في المنطقه دي. المخ بيبعت اشارات للعضله في المنطقه دي بيخليها لك تعمل تنسيق مع الاعصاب في نفس المنطقه، فبيحصل توافق عضلي عصبي، وهو ده اللي احنا عايزينه من التمرين. اعمل رجلي الشمال زي ما عملت اليمين، طبعا افرد ظهري ورجلي اليمين لورا متنيه وابص لقدام 30 ثانيه. طيب تعالوا النهارده بقى نصعب الموضوع شويه، هعمل نفس التمرين الاولاني، اطلع رجلي الشمال قدام وغمض عيني. طيب في حد انا ممكن يقول طب انت بتغمض عينك ليه يا كوتش؟ انا بغمض عيني لان كده انا بساعد المخ ان هو يبعت اشارات اكتر للعضلات، فبيديها نوع من انواع القوه العضليه العصبيه. ازاي؟ انا لما اغمض عيني كده يبقى انا كده فصلت تركيزي عن جسمي، بس في نفس الوقت مركز في المنطقه اللي انا بعمل فيها حركه كده. كده بغمضت عيني، الشغل كله راح ناحيه الاتزان اهو، واثبت 30 ثانيه. طيب تعال نعمل تمرين تاني برضه، احنا عملنا في منطقه الرجلين، تعال نعمل تمرين تاني اصعب شويه، ان انا ممكن اعمل حركات جامبنج وبعد كده اقف ارجع تاني اثبت 10 ثواني ارجع تاني وقف 10 ثواني ارجع تاني اقف 10 ثواني. كل ده بيشتغل على منطقه الرجل. طيب تعالوا النهارده اشتغل الابر بادي. الابر بادي هعمل على نص كوره، تمام؟ انا كده موضوع عدم اتزان، فاللي انا بعمله اتزان عن طريق العضلات الدراع. طب لو عايز اصعب شويه بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع. طيب عايزين نصعب الموضوع شويه برضو بالتمارين اللي بتعمل توافق عضلي عصبي. بنزل واحاول اثبت، طبعا رجلي في رعشه زي ما انا بتكلم فيها، رجلي بتحاول تعمل هز. انا خلي بالك بعمل الهز ده بنفسي، انا اللي بعملها ليه؟ عشان خاطر اقوي الاعصاب في منطقه الرجل، وفي نفس الوقت فرد ظهري وشاده بطن. طيب اعمل تمارين تاني للتوافق العضلي العصبي، منها تمرين اللونج بلانك اللي هو ده. طبعا الكوره هتخلي دي ايدي تتهز، لا انا اثبت بايدي، اخد نفس، فرد ظهري، فاتح رجلي بمستوى كتفي واثبت. ولو عايز صعب الموضوع شويه بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع، نعمل خمس عدات
في 3 مجموعات، وهي دي كانت تمارين مهمه جدا لتوافق العضل العصبي اللي ممكن نعملها في البيت او في الجيم، وكانت مع كابتن فوكس نادي الاهلي، وفي حلقات جايه كتير ان شاء الله. مع الف سلامه.